السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة التو بورت نتورك الجزء الثاني. إحنا ابتدينا المرة اللي فاتت في موضوع التو بورت نتورك، وعرفنا إيه هي التو بورت نتورك، وقلنا إن إحنا هيبقى عندنا في طرقين للتو بورت نتورك، بورت 1 وبورت 2، وعليهم فولتج V1 I1 بالشكل ده، وعليهم البورت الثانية فولتج V2 I2 بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. وبعدين قسمناهم لعدة أنواع. الأنواع دي احنا خدنا منها نوعين المرة اللي فاتت، خدنا حاجة اسمها الإمبيدنس بارامترز، ودي بتطلع حاجة اسمها الزد ماتريكس، وكان عندنا ال V1 وال V2 الفولت على بورت 1 وبورت 2 هما الأوتبوت بالنسبة لنا، والإنبوت بالنسبة لنا كانوا الكرنت I1 و I2. برضو خدنا النوع التاني الـ admittance parameters matrix، برضو كان عندنا الـ current بتاعنا I1 و I2 هما الـ outputs بتوعنا، والـ inputs بتوعنا V1 و V2، وكنا بنطلع matrix صغيرة كده اسمها الـ Y matrix جواها الـ parameters بتوعنا. قلنا احنا هنكرر بقى الكلام ده على اشكال وانواع مختلفه من العلاقه ما بين الفولت والتيار، وبالتالي هيدوني ماتريسيز مختلفين شويه. فالنهارده استكمالا للموضوع ده هناخد حاجه اسمها الهايبريد وحاجه اسمها الترانسميشن بارامترز ماتريسيز. طيب هنعمل ايه؟ نفس الفكره ونفس الخطوات اللي اتكلمنا عليهم قبل كده هنستخدمهم مره تانية في حسابات البارامترز بتوعنا. طيب البارامترز بتوعنا بتوع الهايبريد بارامترز هم هيكونوا هنسميهم ال H matrix او الهايبريد بارامترز matrix. عندنا ال output بالنسبة لنا هيبقى ال voltage V1 وهيبقى ال current I2، ومربوطين بال input بتاعنا I1 وال voltage V2. طيب الهايبريد بارامترز ال applications بتاعتها ممكن نشوفها في بعض الالكترونيك سيركت، بعض الكوميونيكيشن سيستمز، الرادارات، ليها بعض التطبيقات برضو عموما، يعني في او الاكتر يعني في الباور في الالكترونيكس عموما. فاحنا طبعا الابلكيشنز قلنا هنشوفها ان شاء الله في الكورسات الجايه، ولكن احنا بندرس ازاي نطلع البارامترز. طب هنطلع ازاي البارامترز بتوعنا؟ مبدئيا كده عندنا H11 و H12 و H21 و H22، دول البارامترز بتوعنا. احنا متفقين ان اهم حاجة عندنا في الايكويشنز بتاعتنا نبقى عارفين بس مين هو البارامترز بتوعنا، ومين هم الاوتبوت، مين فيهم مين. طب لو انا عايز اجيب H11 و H21 فبعلم كده على الاثنين دول كده بالشكل ده، واقول والله انا هحط V2 equals 0. يعني ايه V2 يا جماعه ايكوال 0؟ يعني انا هعمل شورت سيركت على بورت نمبر 2. لما اعمل شورت سيركت على البورت نمبر 2 ده معناه ايه؟ معناها ان انا هحط سورس على البورت رقم 1، يبقى بورت 1 احط عليها سورس. طبعا هنشوف الكلام ده بس في مسائل. طب وبعدين لو انت جبت بصيت للايكويشن هلاحظ ان H11 هيساوي V1 على I1، و H21 هتساوي I2 على I1. الكلام ده امتى يا جماعه؟ لما بيكون V2 شورت سيركت، ولما بيكون البورت رقم 2 عليه شورت سيركت، يعني البورت رقم 1 عليه تيست سورس، قلنا كارنت او فولتج سورس. لو احنا عايزين بقى نحسب H12 و H22، يبقى ساعتها هنعمل ايه؟ هنعمل I1 بيساوي صفر. يعني ايه I1 بيساوي صفر؟ يعني اوبن سيركت. طالما بتكلم على كارنت بيساوي صفر يعني في اوبن سيركت. وبعدين هينجكت سورس على الناحيه الثانيه البورت الثانيه، وبعدين اطلع على طول القيمه بتاعت H11 و H21. طبعا المعادلات بمنتهى البساطه تقدر تتكتب بدون اي حفظ خالص، او يعني ان احنا نبقى عارفين فورمولا معينه ولا حاجه. اللي انت عليك ان انت تعرفه بس هو فقط لا غير العلاقه ما بين ال V1 و I2 وال I1 والفولتج V. الشكل كمان من الاشكال اللي بنشوفها حاجه اسمها الانفرس هايبريد بارامترز، وبيديها رمز الجي ماتريكس بالمنظر ده. ايه يعني فرقت ايه؟ انا دلوقتي انترستد في I1 وV2 خلاص، فهجيبهم فانكشن في V1 وفي I2، فنسمي دي البارامترز بتوعنا هنسميهم الجي
ماتريكس بتاعتنا، وبرضه يبقى اسمهم جي 1 1 وجي 2 1 وجي 2 2 وواحد 2. يبقى بص كده على الهايبريد، عندنا هيبقى في واحده اسمها البي في 1 واي 2، دي كده الهايبريد الاساسيه. لو انا حبيت اخد اي 1 وبي 2 هنسميهم الانفرس هايبريد. كويس، ونمشي بنفس الخطوات في حسابات البارامترز بتاعتنا، بنعمل اوبن سيركت او شورت سيركت على طرف وننجكت سورس، وبعد كده نقدر نحسب الريشيو ما بين الفولت والتيار، ما بين الفولتج والتيار، او التيار على تيار او فولت على فولت، وبنطلع البارامترز بتاعته. قبل ما ناخد مثال ونحل عليه الموضوع بتاع الهايبريد بارامترز، خلينا نتفق ان اليونتس يا جماعه مهمه جدا واحنا بنحسب البارامترز بتوعنا. فمثلا لو انا على سبيل المثال جي 1 2 ده هي عباره عن ايه؟ عباره عن اي 1 على اي 2، يعني بقسم 2 تيارين على تيارات على بعض، يبقى اليونتس بتاعت الجي 1 2 ده هيبقى بيساوي كام؟ هيبقى بيساوي دايمنشنز ليس او من غير اي يونتس خالص. طب جي 2 2 لو انا بتكلم عليها بقى في على اي، ده فولت على كرنت، فولت على امبير، يعني اوم، يبقى اليونت بتاعت جي 2 2 دي هتبقى الاوم بتاعها. وهكذا لو انا عندي مثلا العكس هنا زي جي 1 1 كرنت على فولت، يبقى اليونت بتاعتنا هنا هتبقى السيمنز بتاعتنا، او ساعات بنديها رمز الاوم ماينس 1، او ساعات ممكن نديها رمز الاوم المقلوب اللي بالمنظر ده. يعني ايا كان الشكل بتاع البارامتر بتاعنا نقدر نستنتج اليونت بتاعته عن طريق بنشوف ايه العلاقه بين الفولت وما بين التيار بتبقى شكلها عامل ازاي. طيب تعالوا ناخد مثال نوضح بيه موضوع البارامترز بتوعنا وازاي ان انا هقدر ان انا احسبه. المثال ده بيقول لك عايزين نحسب الهايبريد بارامترز للسيركت اللي قدامنا دي. يبقى طالما قال لي كلمه هايبريد يبقى انت كل اللي انت هتفتكره في الموضوع ده كله هي زي الايكويشن البسيطه. فتعالوا نروح نحل المثال ده ونشوف هنحله ازاي. ادي الدايره اللي قدامنا ونجيب الايكويشنز بتوعنا، وبعدين نحطهم قدامها. يعني ما فيش حاجه هتتحفظ خالص، او ما فيش حاجه انت مطالب ان انت تحفظها، كل اللي انت بس تعرفه ان انت تبقى عارف الايكويشنز بتاعتك هتبقى شكلها عامل ازاي. فادي الايكويشنز بتاعت ال H matrix بتاعتنا او بتاعت ال hybrid parameters بتاعتنا. عايز تعمل انت ايه كده؟ انا في الاول خالص في بداية الحل بتاعنا هحط بي 2 ده بيساوي 0، وده معناه ايه بي 2 بيساوي 0 يا جماعة؟ بي 2 بيساوي 0 يعني البورت رقم 2 شورت سيركت. فلما احط بي 2 equals 0 يعني بورت 2 هتبقى شورت سيركت، وهحط سورس ناحية بورت 1، يبقى اذا الايكويشنز بتاعتنا هتبقى عاملة كده بي 1 بتساوي اتش 1 1 في اي 1، ومنها اتش 1 1 هيساوي بي 1 على اي 1 بدون اي مشكلة، و اي 2 هتساوي اتش 2 1 اي 1، فاذا اتش 2 1 دي هتساوي اي 2 على اي 1. يبقى انا كل اللي انا هحاول احسبه في الدايره بتاعتي ازاي اطلع العلاقه ما بين في 1 واي 1 واي 2. طب تعالوا نطبقها. يبقى احنا قلنا هنقلب الموضوع ده لمساله سيركت، فهيبقى احنا زي ما احنا اتفقنا كده الدايره الاساسيه 2 اوم، ودايره 6 اوم، و3، وهعمل ايه؟ شورت سيركت قلنا على البورت رقم 2، والكرنت بتاعنا ما ننساش اي 2 ده الاتجاه بتاعه، طبعا بي 2 بصفر اللي هو نتيجه ان انا عملت هنا شورت سيركت خلاص، وعندنا هنا الكرنت اي 1، وعندنا سورس هحطه على البورت رقم 1. قلنا فولتج سورس او كرنت سورس قلنا مش فارقه، ولكن انا هشتغل هنا بكرنت سورس، وهيبقى عندك في المثال محلول في فولتج سورس. يبقى ادي اي 1 كمان. الكرنت اي 1 ده هيبقى عليه فولتج هنا
V1. مهم جدا ان انت برضو تفتكر تحط الفولتج V1 في البولاريتي بتاعته. طيب الحل بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ كل اللي احنا هنحاول نجيبه علاقات ما بين الفولت وما بين الكرنت عشان نطلع ال H1 وال H11 و H21. طيب الحاجة البسيطة السهلة في الدايرة دي يعني ايه هي؟ مثلا ان انا دلوقتي عندي المقاومة دي على فكرة 3 اوم و2 و6. ال 3 وال6 دول طبعا باين اول لما بارلل مع بعض، فبالتالي التوتال كارنت اللي هيبقى انجكتد ليهم هيبقى هو نفس الكارنت I1. فلو جيت طبقت كده الكارنت ديفايدر، لو جينا طبقنا الكارنت ديفايدر هنلاحظ ان انا ممكن اجيب علاقة ما بين I1 و I2. يبقى هقول له الكارنت ديفايدر، هنشوف كده I2 ده هيساوي ماينس I1 في بعد كده الريشيو بتاعت الريزيستنس. عندي انا عايز احسب I2، يبقى هقول في 6 على 6 بلس 3 يعني ماينس 6 على 9 I1. 6 على 9 ده يعني 2 على 3، يبقى I2 هيساوي ماينس 2 اوفر 3 I1. وتبقى دي اول علاقة احنا جبناها في المسألة بتاعتنا. هل في علاقة ما بين I1 و I2 تقدر تفيدني واحسب البارامترز؟ اه، H21 هي الريشيو ما بين I2 على I1. يبقى اذا هقول له من هنا كده H21 بتساوي I2 على I1، يبقى اذا هتساوي ماينس 2 على اوفر 3. طب اليونت بتاعتها ايه؟ ملهاش يونتس خالص، ملهاش دايمنشنز، عشان انا بقسم تيار على تيار، فمش هتفرق، مش هيطلع لي مش هيطلع لي اليونتس بتاعته ليها حاجه. فده كده H21 عرفنا نطلعه ماينس 2 اوفر 3. طيب الخطوه اللي بعد كده او الستيب اللي بعد كده ان انا عايز اطلع مين V1 على I1 عشان اقدر اطلع اهو V1 على I1 ده عشان اقدر اطلع H11. يبقى احنا بدور على ده. علاقه ما بين الفولت والكارنت. طب لو انا جيت بصيت على الدايره الكهربيه البسيطه اللي قدامي دي هلاحظ فيها حاجه جميله جدا. اول حاجه ان انا ممكن اعمل لها ريدكشن لكرنت سورس وريزيستنس اسمها ار ايكوال. كويس، الكرنت اللي فيها هيبقى اسمه I1 والفولت اللي هنا هيبقى اسمه V1 والكرنت هنا اسمه I1. فلو جينا بصينا كده وكتبنا سي كي في ال، هقول لك ان V1 هيساوي I1 في ار ايكوفلنت. طيب ار ايكوفلنت ده يا جماعه يساوي كام؟ ار ايكوفلنت دي عباره عن انا عندي الثلاثه والسته دول بارلل وهيبقوا سيريز مع الاثنين اوم، يبقى 3 بارلل 6 وسيريز مع الاثنين يعني هيطلع 4 اوم. طبعا دي خطوه بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه. اذا V1 هيساوي 4 I1 لو احنا جينا عملنا الحسبه البسيطه. طيب 4 I1 ده نحطها كده برواز طالما طلعت علاقه ما بين فولت وتيار. طيب انا عايز احسب H11 فهروح اقسم دي على I، يعني اذن H11 دي هتساوي V1 على I1 هيتساوي 4 اوم. 4 اوم ليه؟ لان انا بقسم فولت على كارنت، يبقى اليونت بتاعتنا بالاومز. مهم جدا ان احنا نحط ونانديكيت كده اليونتس بتاعتنا. ويا ريت يا جماعه دايما واحنا شغالين في المسائل دي نحاول نبروز النتيجه اللي احنا طلعناها عشان نفتكرها لو بعد كده هيبقى في مطالب تانية. من احد الحاجات اللي ممكن تلخبطك ان انت تحسب البارامترز وكل حاجه بس تنسى هي راحت فين، ما بتشوفهاش من كتر زحمه الرموز والارقام اللي عندك. المسائل بتبقى سهله جدا وبسيطه بس ساعات بتلخبط في الموضوع بتاع الرموز ده. طيب الكيس الثانية بقى اللي احنا هنروح نحلها حالا او هنجيبها حالا، ان انا هروح دلوقتي اطلع البارامترز التانيين. مين البارامترز التانيين يا جماعة اللي ناقصين لنا؟ ال H11 وال H12 وال H22. طب هنجيبهم ازاي؟ بنفس الخطوات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. يبقى تعالوا نشوف هنعمل ايه في الكيس الثانية اللي هي H11 و H12 دول هيساوي كام؟ فاحنا قلنا عشان نطلع الاتشات دي يبقى هحط I1 بالنسبة لنا هنا يساوي صفر. يعني ايه بقى I1 ده هيساوي صفر؟ يعني كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل open circuit
للطرف او للبورت 1. طيب تعالوا نطبق الكلام ده. يبقى احنا عندنا نعيد رسم، قلنا اي 1 هيساوي 0، يبقى اذا بورت 1 تبقى open circuit، وفي هنعمل injection لسورس الناحية التانية عند بورت رقم 2. فالدايرة بتاعتنا تعالوا نعيد رسمها تاني بعد الوضع الجديد اللي اتكلمنا عليه. يبقى بورت 1 open circuit، يبقى إذن هنسيب الطرفين دول مفتوحين، والتيار طبعا اللي هيبقى ماشي هنا I1 ده هيبقى بيساوي صفر، ولكن الفولت هنا V1 لا يساوي صفر. مش معنى ان هي open circuit يبقى ما عندناش فولت. وعندنا في 3 اوم وال 6 اوم الاثنين طبعا دي مش هيمشي فيها تيار، فما عنديش فيها مشكله. وانا هانجكت هنا current source برضو I2، وفولت هنا اسمه V2، ويبقى هو دون الفولت والكرنت اللي موجودين معانا على البورت رقم 2. طيب نفس الكلام برضو، انا عايز اجيب علاقه عشان اجيب H1 2 H2. طيب من هنا من الايكويشن دي كده هاجي والله اقول H1 2 ده هيساوي V1 على V2، و H2 2 هيساوي I2 على V2. فاحنا عايزين نجيب العلاقه ما بين الفولت V1 و V2 والكرنت I2 والفولت V2. لو احنا جينا بصينا في الدايره دي هنلاقي الكرنت I1 ده بيساوي صفر، فاذا ببساطه اقدر اقول لك ان I2 هيمشي في ال 3 اوم وهيمشي كمان في ال 6 اوم. ده كده هيبقى الكرنت I2. فلو انت جيت طبقت كي في ال في الشكل اللي قدامنا دون على اللوب دي اللي ما حلتيش غيرها كي في ال، فهقدر اقول لك ان الفولتج V2 هيساوي الدروب اللي على الثلاثة والدروب اللي على الستة، يعني 9 I2. لو انا جيت حسبت او بصيت كده، هل انا عايز علاقة ما بين I2 و V2؟ اه عايزها. عشان احسب مين؟ عشان احسب H2 2. فهقسم هنا I2 على V2، اذا H2 2 هتساوي I2 على V2، يبقى اذا هتساوي كام؟ يبقى اذا هتساوي 1/9. تساوي 1/9 اي 2 على في 2. اليونت بتاعتها يا جماعه ده كارنت على فولت، يعني يونت ادمتنس او 1 على اوم، يعني يبقى اليونت بتاعتنا السيمنز بتاعنا. وزي ما اتفقنا نحاول نحط العلاقه دي كده برواز عشان نقدر ان احنا نشوف الفولت، نقدر نشوف البارامترز بعد كده لو عاوزنا نستخدمها. طيب الفولتج في 1 هيبقى كمان هو الفولت اللي على الريزيستنس 6 اوم. لو انت كده جيت بصيت الدروب اللي على الاثنين مش هيبقى موجود، فاذا الفولت V1 هيبقى هو الفولت اللي على الريزيستنس ال 6 اوم. يبقى اذا V1 هو 6 في الكرنت I2. فادي العلاقه التانيه. طب انت عايز تجيب تقسم مين على مين؟ انا عايز اقسم V1 على V2 عشان اطلع H1 2. يبقى اذا H1 2 هتساوي V1 على V2، يعني هتساوي 6 I2 على 9 I2، فطير التيار مع التيار يطلع 2/3. فيبقى H12 هتطلع ب2/3، و2/3 ايه اليونت بتاعتنا يا جماعه؟ ايه ولا حاجه. اليونت بتاعتنا مفيش يونت عندنا، هتبقى دايمنشن او دايمنشن لس. يبقى احنا كده جبنا الريشيو ما بين V1 و V2 وجبنا البارامترز H12. خلاص كده انت جبت البارامترز بتوعك وخلصت المساله. تعال نشوف ال في مثال تاني برضو على الجي بارامترز، بس من مديك اي سي نتورك هنطبق نفس الخطوات بالظبط، فانت تقدر ان انت تحلها لوحدك وتعمل دبل تشيك على الانسر وتطلع البارامترز بتاعتك. الجزء التاني بقى او المجموعه التانيه من البارامترز حاجه اسمها ترانزميشن بارامترز. ايه الترانزميشن بارامترز دول؟ يبقى لازم تقول لي العلاقه اللي هتربط ما بين الفولت والكرنت يبقى شكلها عامل ازاي عشان اقدر اجيبهم. فلو جينا بصينا على الايكويشنز اللي عندنا هنا هلاقي ان الترانزميشن بارامترز بتهتم بحسابات V1 و I1 كويس، وهتجيبهم بدلاله V2 I2. بس هنا لعب معانا لعبه صغيره جدا. قال لي الترانزميشن بارامترز دول من اسمها كده بتبقى
دايما ابلايد على الدوائر الكهربيه اللي في الباور سيستمز، اللي في الترانسميشن لاينز وخطوط النقل الكهربائي. في خطوط النقل الكهربائي يا جماعه، ابسط حاجه انت تعرفها ان انت لو انا عندي سورس كده اي سي مثلا واسمه دي اس وعندي لود، هنقل للسورس للود هوصله عن طريق خطوط النقل الكهربائي ترانسميشن لاينز. ممكن كنتوا انتوا بتاخدوا في سيركت 1 تقول لك ده حاجه اسمها ترانسميشن لاين، يديك امبيدنس ويسكت كده. كل ما الخطوط دي بتطول كل ما التعقيد بتاعها بيزيد، فكل ما انا بحتاج ان انا امثل الترانسميشن لاين بتاعي بعلاقات ما بين الفولت والتيار بشكل اعقد شويه. هتاخدوها ان شاء الله زي ما احنا اتفقنا قدام في كورسز اخرى، ولكن انا بيهمني هنا الفولت بتاع السورس بتاعي V1 والكرنت I1، وبيهمني الفولت بتاع اللود اللي هو هيبقى ساي مثلا V2، والكرنت كمان بتاع اللود المفروض ان هو اسمه I2. كويس. طبعا خط النقل ده ممكن يبقى مجموعة خطوط كتيرة جدا جدا، ولذلك احنا بنحطهم كده في دايرة معقدة ما نعرفش هنسميها يعني هتتعاملوا معاها باسم ايه، انما احنا هنقول عليها تو بورت نتورك. هتاخدوها ان شاء الله بالتفصيل في كورسز تانية. انما انا اللي يهمني الفولت بتاع اللود V2 والكارنت بتاع اللود I2. طب هنا الكارنت بتاع اللود دايما الاتجاه بتاعه دايما بيبقى داخل جوه اللود زي ما انا راسم كده، انما في التو بورت نتورك اللي انت اديتها لنا قبل كده كان الكارنت بتاع البورت 2 داخل كده والكارنت بتاع اي البورت 1 داخل كده. فقال لك طيب عشان نتحايل او نخلص من القصه دي كده، هنتخيل ان احنا عندنا نيجاتيف I2 بدل ما هيبقى الكرنت I2. يعني انا هعتبر ان الكرنت اللي داخل هو عكس اتجاه الكرنت بتاع اللود بتاعنا، هو فعلا هو عكس اتجاه الكرنت بتاع اللود بتاعنا، فلذلك هنعكس الاشاره فقط لذلك. يبقى احنا كده بس كما لو كنا هنا بنضرب في، بدل ما بنضرب في I2 بنضرب في ماينس I2، يبقى العلاقه ما بيننا علاقه فيها نيجاتيف. وبالتالي البارامترز بتوعنا سموهم كده A وB وC وD بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا. يبقى انا عندي A و B و C و D، دول بارامترز بنسميهم الترانزميشن بارامترز، والفولت عندي V2 والكرنت عندي I2، هما دول التو انبوتس بتوعنا. بس الكرنت زي ما احنا اتفقنا عشان ده داخل في لود واحنا عارفين ان هو هيبقى داخل في لود، فالاتجاه بتاعه بالنسبه لنا هيبقى جوه اللود زي ما احنا عارفين الكرنت بيخش جوه اللود. بعد كده البولاريتي تبقى V2 بالمنظر ده كده و I2 بالمنظر ده كده. بقى لك طيب خلاص عشان نعمل التشابه ده واحنا عندنا دي الكومن كيس دايما، فهنضرب في ماينس عشان نخلي التيار شرط تظبط مع اللود كارنت. فالبارامترز بتوعنا ال A وال B وال C وال D هنحاول برضو ندور عليه. برضو البارامترز دول ليهم اسماء، الاوبن سيركت فولتج ريشيو ده البارامتر A، بارامتر B سموه نيجاتيف شورت سيركت ترانسفير امبيدنس، C اوبن سيركت ترانسفير ادمتنس، دي نيجاتيف شورت سيركت كارنت ريشيو. بعيدا عن الاسماء انا مش هسالك في الاسماء الصراحه، انما انا هسالك ازاي تحسب البارامترز بتوعنا، انما ربما تستفيد منهم زي ما احنا اتفقنا في كورسز ثانيه. طيب نفس الفكره هنطبقها بالظبط، ازاي اجيب الاي والبي والسي والدي. فاحنا هنا عشان نجيب الاي والسي البارامترز بتوعنا، يبقى احنا هنخلي I2 دون بيساوي صفر، وطالما قلنا I2 ده هيساوي صفر يبقى احنا كده لازم نعمل اوبن سيركت على البورت رقم 2. يبقى احنا بورت 2 بتبقى اوبن سيركت، وبنعمل كونكشن لسورس على بورت 1 وزي ما احنا اتفقنا فولتج سورس او كارنت سورس، وبعدين نطلع البارامترز الاي والسي. نفس الكلام هنا هنعمله على البورت رقم 2، هنعمل عليها شورت سيركت، نعمل ندخل فولتج سورس او كارنت سورس، او نوصل فولتج سورس او كارنت سورس. بس تاخد بالك من الاشاره، قلنا V1 على I2 بس تاخد بالك ان في اشاره يبقى نيجاتيف I2، وهنا برضو I1 على نيجاتيف I2. انت هتمشي بنفس الخطوات بس هتحط اشاره من الاخر جنب التيار بتاعك I2. قالوا لنا برضو ساعات انا ببقى بقى انترستد ان انا احسب الفولت والتيار بتوع اللود بتاعنا. انا دايما ساعات بحس ان انا عايز احسب الفولت والتيار بتاع اللود بتاعنا، فهنمشي بنفس الخطوات بالظبط، هنسميها الانفرس ترانسميشن بارامترز. هتبقى V2 و I2 دول فانكشن في V1 و I1، وهيبقى البارامترز بتوعنا اسمهم برضو A و B و C و D بس سمول ليترز كده بالشكل اللي قدامنا اللي احنا شايفينه. وبدل ما هيبقى اسمها ترانسميشن ماتريكس ونديها رمز T كابيتال، نديها رمز T سمول اللي قدامنا دون
و هيبقوا الليترز قلنا سمول الاي والبي والسي والدي. انت ما تنساش دايما التيار هنا بس فقط لا غير هيبقى واخد اشاره نيجاتيف عشان بس يكونسيدر موضوع اللود بتاعنا بيخش فيه دايما التيار في الفاست تيرمينال بتاعنا. نفس الكلام الاي والبي والسي والدي ليهم برضو ديفينيشنز. الاوبن سيركت فولتج جين، نيجاتيف شورت سيركت ترانسفير امبيدنس، لو نفس المسميات. احنا هنا برضو بندرس علاقه ما بين فولت وتيار كاوتبوت وفولت وتيار كانبوت، فهتلاقي دايما ان العلاقه ما بينهم او المسميات متكرره في الترانزميشن ماتريكس والانفرس ترانزميشن. نفس الخطوات بالملي هتعملها، هتعمل اوبن سيركت في مره وهتعمل شورت سيركت في مره، والبورت الثانيه هتدخل عليها سورس. نفس الخطوات هي بالملي، مش هتغير فيها اي حاجه، فاضل بس ان احنا ندرس مثال او ناخد مثال على على النوع ده من المسائل. واضح ان الحاجه عماله تتكرر، فقط انت عليك ان انت تعرف ازاي احسب ازاي احسب او ازاي ابقى عارف العلاقه ما بين البولت والتيار. وده دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي انت لازم هتبقى محتاج تعرفها. طيب تعالوا ناخد المثال اللي قدامنا. عايزين برضو نحسب البارامترز بتوع الترانسميشن ماتريكس بتاعتنا. عندنا دايرة كهربية بالشكل ده كده، وطالما قال لك ترانسميشن بارامترز يبقى انا عرفت ان انا هحسب الـ A والـ B والـ C والـ D. اول خطوة تعملها ايه؟ تشوف العلاقة بتاعت الترانسميشن الماتريكس ايه، العلاقه بتاعت فولت وانهي فولت وانهي تيار انت عايز تشتغل بيه. يبقى احنا زي ما احنا اتفقنا كده، مش يعني ممكن تكون انت متلخبط هعمل اوبن سيركت فين وشورت سيركت فين. قلنا مش هنحفظ اي حاجه خالص، فقط هي الايكويشنز البيزك في اللي بتوصف العلاقات ما بين الفولت والكارنت. ادي عندي انا هنا V1 مع A و B و C و D و V و I واحد مع ال A وال B وال C وال D. فانكشن زي ما احنا اتفقنا في الفولت V2 و I2. نفس الخطوات؟ اه نفس الخطوات. يبقى اذا هقول له عشان احسب ال A وال C هخلي I2 equals 0. وده معناها ايه؟ ده معناها port 2 هتبقى open سيركت. اهم حاجه بس تبقى انت فاهم، لما الكرنت يبقى بزيرو معناها اوبن سيركت، لما يبقى الفولت بزيرو معناها شورت سيركت. طيب وبعدين هنعمل اوبن سيركت على مين؟ على بورت رقم 2، وهنكتب الايكويشنز بتاعتنا. A ساعتها البارامتر A هيساوي V1 على V2، والبارامتر رقم C هيبقى I1 على V2. ده كده امتى برضو يا جماعه؟ لازم الشرط يتحط قدامنا ان I2 equals 0. يبقى هنحل المساله بتاعتنا مع العلم ان I1 بI2 بيساوي 0. طب I2 بيساوي 0 يعني ايه؟ يعني open circuit. يبقى نعيد رسم المساله مع وجود open circuit على port رقم 2، ومع وجود سورس على البورت رقم 1. خد بالك هنا ان احنا عندنا 3 اي 1 ديبندنت سورس فولتج سورس و20 اوم و10 اوم، وعندي هنا انا هانجكت برضو كارنت سورس، ولك الحق ان تختار السورس اللي تحبه. ولكن خلينا نتفق ان احنا عندنا الفولتج ده قلنا V1، الكارنت ده هيبقى اسمه I1. طيب هتعمل انت ايه بقى في الحل بتاعك كالعاده؟ عايزين علاقه ما بين V1 و V2 وعلاقة ما بين I1 و V2. فطبعا اللي هيركز في حل المسألة دي هيلاقي الكرنت I1 هيمشي في العشرة أوم بتاعتنا، وهيمشي كمان جوه العشرين أوم اللي معانا. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن التيار ده هيمشي كده، فيعمل لي دروب بوزيتيف نيجاتيف هنا، هيعمل لي دروب بوزيتيف نيجاتيف هنا. متنساش إن التيار I2 equal 0، فمفيش تيار موجود، انما السورس لازال 3 اي 1 ده لازال موجود هنا. مش هنقدر ان احنا نقول طالما مش ماشي فيه تيار يبقى امسحه، اوعى تغلط الغلطه بتاعت السيركتس دي. فهرجع اقول لك هنا ان V1 بقى على طول لو طبقت كي في ال هنا مثلا ولا حاجه، V1 هيساوي 10 زائد 20 اي 1، يعني هيساوي على طول 30 اي 1. دي على طول ممكن تتجاب بالنظر، مش محتاج ان انت
مش محتاج ان انت تجمع يعني. بس عموما يعني انا انصحك ان انت وانت بتمتحن تتأنى في الخطوات. احنا يمكن هنا براحتنا في المحاضرة، انما في الامتحان حاول انت تتأنى في الخطوات. يعني ال30 دي كان اصلها الدروب اللي على ال10 زائد الدروب اللي على ال20. طب هل في علاقة ما بين في واحد واي واحد تدينا الاي او البي، تدينا الاي او السي؟ لا ما فيش، يبقى استنى، يبقى هتستخدم الايكويشن دي بعدين. طب احنا عايزين نجيب مين كمان؟ احنا عايزين نجيب في 2 بدلالة اي 1 عشان اعرف اجيب السي. طب هجيبه منين في 2 ده؟ اختار الطريقة اللي تحبها. انا مثلا هقول ان انا والله عندي اللوب اللي قدامي دي كده، هطبق عليها كيفيال، هسمي دي مثلا لوب رقم 2 وسي مثلا دي لوب رقم 1. يبقى من لوب 1 دي كده طلعت لنا الايكويشن دي. اللوب رقم 2 لو انا جيت طبقت عليها KVL، يبقى هقول لك اللوب رقم 2 وطبق لي KVL عليها، يبقى اذا ماينس V2 وبعد كده ماينس 3I1 بلس الدروب اللي على ال20 اوم دي، يبقى بلس 20I1 ايكوالز 0. لو انت جيت بصيت كده على الايكويشن دي، هيبقى انت ممكن تودي V2 الناحية التانية وتسيب 17 جنب الاي واحد بالمنظر ده كده. يبقى انا الايكويشن دي كده طلعت لي علاقة ما بين V2 وما بين اي واحد. طب هل انا في ما بين V2 واي واحد انا في عندي علاقة سريعة اقدر اجيبها؟ بص كده على السي، الريشيو ما بين اي واحد وفي 2. يبقى اذا هقول لك من الايكويشن دي ان السي هتساوي اي واحد على في 2، يبقى هتساوي 1 على 17. طيب اليونت بتاعتها ايه يا جماعه؟ ال1 على 17 دي انا اليونت بتاعتها ده فولت، تيار على فولت، يبقى السيمنز او مقلوب الاوم اللي هو الادميتنس بتاعي. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ الخطوه اللي بعد كده انا جبت السي، عايز اجيب الايه؟ فعايز اجيب ريليشن ما بين في 1 وفي 2. لو انت جيت بصيت كده في البروازين اللي قدامنا ده كده وده كده، الايكويشن دي والايكويشن دي لو قسمتهم على بعض، يبقى اذا ال A هتساوي في 1 على في 2 هتساوي في 1 كانت 30 اي 1 و في 2 كانت 17 اي 1، يبقى هتساوي 30 على 17، لان اي 1 هيطير مع اي 1، اذا ال A هتساوي 30 على 17. وخلي دي برضو هي كمان جوه البرواز. طب انت عملت الخطوه دي، فاضل لك مين؟ فاضل لك البي والدي. فاضل ان احنا نجيب البي والدي في المساله بتاعت تاني. نرجع للايكويشن، انا عايز اجيب البي وعايز اجيب الدي، يبقى انا هصفر الفولت في 2. طالما هتصفر الفولت في 2 ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان انا هعمل شورت سيركت على بورت رقم 2. فيبقى الخطوه اللي جايه ان انا هعمل شورت سيركت على البورت رقم 2، يبقى في 2 ده معناها بورت 2 هتبقى شورت سيركت. وطالما بورت 2 شورت سيركت، يبقى نعيد تاني رسم المسألة وبورت 2 شورت سيركت. يبقى ادي المقاومات، ادي السورس، ادي الشورت سيركت، و طالما قلنا بورت 2 شورت سيركت، يبقى بورت 1 هنحط لها سورس هي كمان، وليكن كرنت سورس بالمنظر ده كده، تيار اي 1 فولت في 1، المقاومه دي كانت 10، المقاومه دي كانت 20، والسورس بتاعنا كان عباره عن 3 اي 1 وبلس ماينس بالشكل اللي قدامنا ده كده. طيب التيارات كانت عباره عن ايه؟ ادي اي 2 ما تنساش، وادي اي 1 اللي هيبقى ماشي جوه ال 10 اوم دي، وشكرا على كده، ادي الدايره بتاعتنا. طيب الشكل اللي قدامنا ده هنستنتج منه البارامترز البي والدي، هجيبهم ازاي؟ قبل ما انسى ال B هتساوي نيجاتيف في 1 على اي 2، وال D هتساوي برضه نيجاتيف اي 1 على اي 2.
خليهم دايما قدام عينيك عشان ما تنساش جبتهم منين. لما حطيت V2 بتساوي صفر اقدر اعمل العلاقة دي بمنتهى السهولة واطلع الايكويشنز دي بمنتهى السهولة. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد كده انت عملت شورت سيركت وحالا هتروح تجيب التيارات دي قيمتها بتساوي كام وعلاقتها بالفولت بتساوي كام. لو انا قلت لك التيار ده كده زي مثلا اسمه اي كويس، فانت ممكن تقول لي التيار اللي ماشي ده هيعمل لي دروب على الامبيدنس سوري الريزيستنس ال 20 اوم دي بلس ماينس بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. فلو انت يعني قوي شويه في السيركتس هتلاحظ ان التو نودز دول هما التو نودز بتوع السورس بتوعنا، يبقى اذا الدروب اللي هيبقى على ال 20 اوم يبقى 20 اي هيساوي 3 اي 1. ده مثلا ممكن تستخدمه. ممكن في واحد تاني يقول لي والله لا انا شايف ان انا ممكن اطبق كي في ال على اللوب اللي قدامي دي، مثلا اللوب دي وليكن اسمها لوب واحد، هتطلع نفس الايكويشن العلاقه ما بين التيار دون وما بين اي واحد، يبقى اي ده مثلا هيساوي 3 على 20 اي واحد. طب اشمعنى يعني التيار ده؟ عشان انا دلوقتي حالا هروح اطبق كي سي ال على النقطه A مثلا دي، وهطبق واجيب علاقه ما بين اي واحد واي 2، فكنت محتاج التيار دون عشان اقدر اجيب العلاقه دي. فلو انا قلت لك دلوقتي من خلال هذه الايكويشن الاول طبق لي كي سي ال على A، يبقى اذا اي 1 هيساوي او اي 1 بلس اي 2، ده التيار ده داخل واي 1 داخل واي 2 داخل وخارج اي يساوي اي، يبقى اذا اي 1 بلس اي 2 هيساوي اي اللي هو 3 على 20 اي 1. من الايكويشن دي هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ على طول ان اي 1 هيساوي 1 ناقص، نطلع الايكويشن دي او نكتبهم واحده واحده كده، ودي ده الناحيه الثانيه اوكي. فهيطلع لنا ان هو هيساوي 3 على 20 ناقص 1 بيساوي اي 2. وديت الاي 1 الناحيه الثانيه 3 على 20 ماينس 1 يعني هتطلع ب 17 على 20، باذن اي 2 هتساوي ناقص 17 على 20 اي 1، يعني هي 0.85 ولكن خلينا نمشي ب 17 على 20 مفيش مشكلة. طب هل في حاجة بتقول ان انا اي 1 واي 2 في علاقة ما بينهم؟ اه اهو الدي. يبقى اذا من خلال هذه الايكويشن ممكن اطلع الدي. الدي هتطلع بكام؟ هي الدي اصلا بتساوي ماينس اي 1 على اي 2. لو انت جيت بصيت كده اي 1 على اي 2 هتطلع بماينس 20 على 17، وهي اصلا واخده ماينس، يبقى الدي بتساوي على طول 20 على 17، وحطها برضو جوه البرواز بتاعك. طيب انت كنت عايز مين كمان؟ انا كنت عايز كمان علاقه ما بين V1 واي 2. هل تقدر تجيب العلاقه دي؟ اه طبعا اقدر اجيب العلاقه دي بمنتهى البساطه. حد ممكن يكون شايفها؟ لو انا جيت طبقت كي في ال ممكن على حاجه من الاثنين، ممكن على اللوب رقم 2، او لو واحد يعني ممكن يكون شايف عايز يسهل على نفسه الموضوع شويه ممكن يطبق على الاوتر لوب اللي بالاخضر دي وليكن اسمها لوب 3. تفرق ولا تفرق معاك اي حاجه، هي بس مجرد حل في الدوائر الكهربائيه احنا بنستخدمها. فانا هقول له كي في ال على لوب 3، يبقى الدروب في 1 ده سوري فولتج في 1 هيساوي الدروب اللي على ال 10 اوم اللي هو هيساوي 10 اي 1 كويس، الدروب اللي على ال 10 اوم بس ماينس هو 10 اي 1 زائد الدروب اللي على ال 3 اي 1 دون السورس ده اسمه 3 اي 1 يبقى زائد 3 اي 1 يعني هيساوي 13 اي 1. فلما اجي كده ابص ان هلاحظ ان انا جبت في 1 بتساوي 13 اي 1. طب هل الايكويشن دي كافيه عشان اطلع البارامتر اللي ناقصني؟ تعال نشوف البارامتر اللي كان ناقصنا كان في 1 على اي 2، وطبعا ما تنساش الاشاره النيجاتيف، فاحنا بس عايزين نجيب في 1 على اي 2. طب انا كان عندي في علاقه ما بين اي 2
2 و I 1 يبقى إذن بمنتهى البساطة ال B بتاعنا هيساوي minus V1 على I 2. طب V1 بيساوي كام؟ 13 I 1 على I 2. I 2 بيساوي كام؟ هو negative 17 على 20 I 1. طير I 1 مع I 1 فهيطلع لك إن ال B في الآخر خالص 260 على 17. إذن ال B بتساوي 260 على 17 ونحطه برضه هو كمان في البرواز بتاعه. يبقى احنا كده من الايكويشن دي طلعنا كمان البي والدي سوري من الكيس دي طلعنا البي والدي، وقبل كده كنا مطلعين الاي والسي. يبقى احنا كده خلصنا البارامترز بتاعه الترانسميشن ماتريكس. ممكن بقى انا اقول لك نفس السيركت دي تطلع لي منها الاي والبي والسي سمول الانفرس ترانسميشن. يبقى احنا كده في البارت دون او في المحاضره الثانيه دي خلصنا الانواع اللي متبقيه من الترانسميشن بارامترز وخدنا عليهم امثله، وانا بحل لكم دايما الامثله باكتر من طريقه في الفيديو. ممكن كمان انتوا وبحط لكم في الكتابه بطريقه ثانيه اللي انا بدخل لكم ريسورس ثاني. عليك ان انت تقارن الحلول بتاعتك مع الحلول دي، تتاكد ان انت بتطلع نفس البارامترز، يبقى تتاكد ان انت الابروتش بتاعك صح في الحل. ده كده كانت المحاضره الثانيه من التو بورت نتورك. شكرا ونشوفكم ان شاء الله المره الجايه.